نسأل إيه هي البدائل المتاحة اللي المفترض إن الدول تبدأ تاخدها، يعني إجراءات تاخدها الدول علشان مواجهة ارتفاع معدلات التضخم. إيه اللي المفروض يجرى؟ يعني كل دولة بالتأكيد، أي دولة في الدنيا ليها خصوصية مجتمعها وخصوصية أوضاعها الاقتصادية، ليها خصوصية سياساتها النقدية والمالية إلى آخره، وبتختلف الأمور بالتأكيد من دولة إلى أخرى. فالوضع في مصر صاحبة 110 مليون مواطن تقريبا، غير الوضع في دولة تانية ممكن تبقى 80 مليون مواطن. الوضع في دولة مواردها الاقتصادية قد تكون شديدة الضخامة، غير دولة مواردها الاقتصادية قد تكون محدودة نوعا ما. بس الأول تعال على نسأل، هو يعني إيه التضخم؟ ده سؤال مهم. طيب، وفي حاجة تانية بقى اسمها الركود التضخمي، ودي الأزمة الكبرى اللي ممكن تحصل في العالم فيما بعد. التضخم حضرتك بمنتهى البساطة يعني القيمة الشرائية بتاعت العملة تقل. مثلا حضرتك تيجي تقول مثلا والله أنا من 20 سنة كنت بدفع جنيه 8 كيلو أي حاجة، جنيه 8 حاجة ساقعة، دلوقتي هدفع مثلا 1.5 جنيه، هدفع 2 جنيه. ده كده معناها ان في تضخم في السعر، يعني القيمة الشرائية بتاعت العملة تقل. طيب، وايه هو الركود التضخمي؟ الركود التضخمي يا فندم هو انه الاسعار تبقى عالية جدا. طيب، وهل ده معناه انه هيحصل بسبب الاسعار العالية حالة من حالات الركود؟ بالتأكيد. يعني ايه ركود؟ ركود يعني البضاعة موجودة وكتير، من المفترض ان البضاعه لما تبقى موجوده وكتير سعرها يقل، لكن هي سعرها ما بيقلش، فالناس ما بتشتريش، بل بالعكس سعرها يزيد. طب هنا المعادله اختلت يا عم يوسف اقتصاديا. اقول لك هي البضاعه سعرها ما بيقلش لانه تكلفه انتاجها قاعده عماله بتزيد، فبتزيد اكبر من القدره بتاعه القوه الشرائيه للمجتمع، فتفضل البضاعه كتير موجوده على الارفف ومحدش بيشتري. بعد شوية تبدأ يتوقف حاجة اسمها سلاسل الإنتاج، يعني من أول المادة الخام لحد المنتج النهائي مش بيمر عليها عمليات تصنيع وتعبئة وتغليف وتصدير، فالتكلفة دي تبدأ تزيد. فعلشان البضاعة ما بتتباعش تبدأ سلاسل الإنتاج تعمل إيه؟ تقلل من حجم المنتج، لأنه أصلا بتنتج ومفيش حاجة بتتباع. طيب، خلونا نحاول نفهم بقى أكتر على مسألة السياسات والإجراءات اللي تاخدها الدول علشان تحد من هذه الموجة التضخمية. أنا بس بالمناسبة عايز أقول لك حاجة، لولا الإجراءات الاقتصادية اللي حصلت في مصر من 2016، وده بجد ودور ورايا ولسه هنسأل أكتر في الموضوع كمان من الباحثين وأساتذة الاقتصاد، لولا الإجراءات الاقتصادية اللي مصر خدتها من 2016، إجراءات شاملة، يعني شاملة كده زي مثلا إيه، زودنا الرقعة الزراعية بتاعت القمح وبنينا صوامع حديثة وكتيرة وطاقتها الاستيعابية أكتر، دي طريقة. وفي حاجة اسمها السياسة النقدية زي إجراءات التعويم اللي اتعملت في 2016 في نوفمبر، إلخ زي زيادة معدلات الإنتاج أو دعم المصنعين وهكذا. الإجراءات دي لو ما كانتش حصلت يا مولانا كان الدولار النهاردة ممكن كان يخبط 30 جنيه وش، لولا اللي حصل ما كناش عدينا لا بالطول ولا بالعرض. طب نحاول نفهم أكتر ونصحح المفاهيم كمان. دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، والله بخير الحمد لله. معلش المذيع أدلى بدلو في شرح التضخم والركود التضخمي، أرجو تكون حضرتك سمعت فصححني لو أنا مش مصيب. يا فندم المذيع أجاد والله. لا يا فندم العفو، الله يخليك. ده طب أوصف بشكل أكتر، يعني أرجوك. التضخم هو بشكل يعني أبسط، إن هو إحنا عندنا المفروض إنه كل لما السلع قلت في السوق كل ما سعرها ارتفع. صح. اللي بيحصل في الركود التضخمي هو انه السعر بيرتفع في ظل ان محدش بيطلب السلع. مزبوط. يعني زي مثلا ما يكون عندنا حد بيبني بيت، طبعا طول ما احنا عندنا فلوس في السوق عاوز تشتري البيت دوت سعره بيرتفع، البايع بيبيع لاعلى سعر. طب اذا كان ما فيش حد عاوز يشتري المفروض ثمنه يقل. اللي بيحصل بقى في الركود التضخمي ان هو السعر عمال يرتفع رغم ان محدش عاوز يشتري. مزبوط. وده بيضغط في الناحيه الاولى انه المستهلكين مش بياخدوا بضاعتهم، مش بيقضوا حاجتهم من الاخر، وفي نفس الوقت المنتجين مش بياخدوا مقابل السلع بتاعتهم لانه ما فيش فلوس في السوق، وفي نفس الوقت مش عارف يعمل سلعه جديده علشان يبيعها. فبالتالي الجانبين بتوع العرض والطلب بيبقوا واقفين تماما في سوق الركود التضخمي ده، والركود التضخمي ده واحده من اسوء الحالات اللي ممكن تواجه اي اقتصاد، لان الظاهرتين عكس بعض.
يعني زي ما يكون كده انا عندي سخونيه شديده جدا وفي الداخل نزيف. اذا حاولت اقلل النزيف في الجسم السخونيه ترتفع، اذا حاولت اقلل يعني اقلل السخونيه النزيف يرتفع. فاحنا دلوقتي عندنا حالتين، الحالتين ضد بعض. اذا اخذت دواء علشان اعالج التضخم الركود بيزيد، لانه طبعا زي ما حضرتك عارف عشان اقلل التضخم دوت بقلل المعروض النقدي في السوق، يعني اقلل السوق النقدي في الناس، او مثلا ازود الضرايب عليهم بحيث ان يبقى الفلوس اقل فالسلع تقل وهكذا. طب لو انا عاوز احارب الركود اعمل العكس، ازود الفلوس اللي في ايد الناس اديهم مرتبات اكتر اعمل كده. المشكله ان انا عندي الظاهرتين شغالين مع بعض بالتوازي. فاذا زودت اذا حاولت احارب الركود التضخم بيزيد، طب اذا حاولت احارب التضخم الركود بيزيد، والاثنين شغالين مع بعض بيخنقوا السوق. طب الحل ايه؟ كده صحيح. الحل بقى ان احنا البنوك المركزيه والوزارات الماليه بتعمل حاجه اسمها السياسات غير التقليديه. السياسات غير التقليديه دي يعني اشتغلت كده من بدايات التسعينات عشان تواجه ازمات الركود اللي حصلت في الدول الناميه. اهمها مثلا انه البنك المركزي بنفسه بيتدخل علشان يحارب يعني يعرض فلوس في السوق من غير سلاسل الامداد بتاعت البنوك. زي ايه مثلا؟ زي مثلا دلوقتي انا عندي شركه عليها مثلا 2 مليون جنيه ديون. لو انا دلوقتي الشركه عاوزه تسدد ديونها علشان تبدا تكمل شغل المفروض انها تاخد قرض من البنك. المشكله ان البنك لما يديلها القرض دوت بياخد عليها فلوس طبعا. فبقى انا زودت التكلفه. فالبنك المركزي يعمل ايه؟ يقول لا تعالي خدي مني الفلوس مباشره من غير ما توصلي للبنوك، وبقى انا كده قللت سعر الفايده اللي هتاخد بيه. او البنك المركزي يدخل يشتري حصص في الشركه نفسها بحيث ان هو يديلها فلوس بشكل كبير من غير ما يرفع عليها التكلفه. وبكده يبقى قللنا التكلفه على المستهلك النهائي برقم كبير جدا، وفي نفس الوقت ادينا للمستثمر فلوس في ايده من غير ما نرفع عليه التكلفه. ده شويه هل ده شويه شبه اللي حصل في امريكا 2008 لما بدات الحكومه تتدخل لدعم صناعه السيارات على سبيل المثال، وبدات بالفعل تخش تضخ فلوس جوه شركات ومصنعين السيارات الكبار بالولايات المتحده الامريكيه؟ ده هو ده بالظبط، هو ده اللي حصل بالظبط وحضرتك وصفته صحيح. هو ده الادوات، عشان كده بيسموها ادوات السياسه النقديه غير التقليديه. لان لو حضرتك عارف الادوات التقليديه دي اللي هو مثلا ارفع سعر الفايده او اقلله، ادخل اشتري الفلوس اللي في السوق او اعرضها، السندات اللي في السوق او اعرضها، ادخل دي اسمها عمليات السوق المفتوح وهكذا. دي عمليات تقليديه او مثلا ارفع الاحتياطي اللي عند البنوك، الاحتياطي اسمه الاحتياطي الالزامي اللي البنوك ملتزمه فيه بالاحتفاظ برقم معين من السيوله في حساباتها. يا اما ارفعه يا اما اقلله. لو رفعته مثلا عايز البنوك للناس تحتفظ برقم اكبر، ده معناه ان السيوله هتبقى قليله في السوق. طب لو مثلا انا كان المفروض احفظ ب 5 مليار جنيه وقلت له احفظ ب 2 مليار، ده معناه ان هو يبقى عنده فلوس اكتر يعرضها وبالتالي المعروض يزيد. الادوات دي بتعمل حاجه من الاثنين، يا اما ترفع المعروض النقدي يا اما تقلله. لكن ادوات السياسه النقديه غير التقليديه دي بتدخل تعالج الازمه من ناحيتين من غير ما تاثر على حاجه. المشكله ان هي الادوات دي بتحتاج وقت طويل عبال ما تشتغل. ليه؟ لانه عبال انا مثلا عندي مثلا 300,000 شركه في السوق، عبال ما اوصل ل 300,000 شركه وعبال ما اتفاوض معاهم اشتري منك بكام واعمل بكام، ده بياخد وقت. فعشان كده الركود التضخمي ظاهره رخمه جدا وعلاجها بياخد وقت طويل، وعلاجها صعب ومكلف كمان، وبيخرج جزء كبير من شبكه الامان بتاع الاقتصاد زي البنوك مثلا بيخرجها من المعادله. لكن بيبقى لازم ياخد الموضوع ده. طب هل وزاره الماليه ممكن تعمل اجراءات؟ ايوه ممكن تعمل اجراءات، زي ان هي تستهدف ناس معينه بالدعم بعينها. انا مش عاوز اعلي الاستهلاك في السوق كله، لكن في ناس معينه لازم اوصل لها، وده يبقى محتاج ايه؟ ان انا يبقى عندي قاعده بيانات واسعه جدا وقاعده بيانات دقيقه علشان ما حدش ياخد فلوس اكتر من المطلوب له. فانا مثلا عندي الناس اللي في ادنى السلم الدخل، يعني اللي هم مش بقى الناس اللي هم الفقراء تحت خط الفقر، انا عاوز اوصل دول بالذات بحيث ان هم دول انا عارف ان الفلوس اللي هياخدوها هيوجهوها لشراء سلع استهلاكيه اساسيه زي الاحذيه والملابس، دي اللي بتشغل مصانع. مش عاوز حد يستهلك استهلاك طرفي يعمل عليها اعباء تضخميه. مثلا ما يروحش مثلا يشتري مثلا يعني اكل للحيوانات مثلا، رغم ان ده حاجه مطلوبه، بس انا مش عاوز الفلوس اللي هدخلها السوق تروح لده دلوقتي. انا عاوز يروح لسلع بتشغل مصانع في الداخل عندي بسلع مستورده وهكذا. فبيحتاج قاعده بيانات ضخمه جدا، ودي قاعده البيانات اللي الدوله حاولت تعملها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. في زمان حضرتك قلت كده في برنامج الاستثمار الاقتصادي، لو حضرتك فاكر الرئيس كان قال ان احنا نعمل حاجه اسمها عقل الدوله المصريه، بيجمع قواعد بيانات بشكل كبير، وده جانب من اللي حضرتك بتقوله ان لو برنامج الاستثمار الاقتصادي ما كانش اشتغل ما كانش موجود حقيقي دلوقتي كان زماننا في ورطه كبيره جدا. كان زماننا على فكره بنحفر نفسنا، مش بس عشان العرض السلعي كان قليل، لا علشان
ادوات معالجه الازمه نفسها اللي هي المعلومات اصلا ومعرفه السوق والخطوات اللي انا باخدها ماشيه ازاي. ما كانش هتبقى معايا البنك المركزي لو حضرتك متابع الفتره اللي فاتت كلها اخد شويه اجراءات مهمين جدا للسيطره على السوق. هياخدها ازاي من غير معلومات من غير قواعد اللي احنا بنتكلم عليها دي، قواعد تنسيق الدعم وتوجيهه اللي بتعملها وزاره التموين مبني على قواعد معلومات وبيانات اتعملت في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي وهكذا. البرنامج كان شامل لواحد كبيره جدا، الناس بس فاكره ان البرنامج كان شامل تحرير سعر الصرف واعاده هيكله الدعم. لا، البرنامج بنى حرفيا البنيه التحتيه المصريه والبنيه المعلوماتيه المصريه من اول وجديد، لانه كان البرنامج قايم على فكره الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد، مش اصلاح شكلي او خارجي مجرد بس ان احنا بنحرر سعر الصرف او ان احنا بنقدم دعم لفئات اكثر احتياجا، انه لازم يحصل اصلاح هيكلي. طيب العالم دلوقتي مرعوب من انه امريكا يحصل فيها ركود تضخمي، ولو حصل فيها ركود تضخمي بالفعل ده هيؤدي الى موجه من الارتدادات الاقتصاديه على العالم كله باعتبارها الاقتصاد الاكبر والاكثر تاثيرا نظرا لحاجات كتير زي ارتباط السعر بالدولار، سعر البترول بالدولار، سعر التصدير او الاحتياطيات المركزيه او الفدراليه في العالم برضو مربوطه الى حد كبير في الدولار الا باستثناءات قليله جدا. هل فعلا من الوارد انه يحصل ركود تضخمي في الولايات المتحده الامريكيه؟ وان حدث تتصور احنا نقدر نعالج الازمه دي من ناحيتنا احنا في اطار اقتصادنا ازاي؟ لا، هو فضلا احنا بقينا متاكدين او شبه متاكدين ان هو هيحصل ركود تضخمي، يعني احنا خلاص يعني العالم دلوقتي خلاص بقى بيأهل نفسه انه الولايات المتحده الامريكيه داخله على ركود تضخمي، وكل بنوك العالم وكل ادارات العالم دلوقتي بقت بتتكلم على انا هتعامل ازاي مع الازمه. زي ما حضرتك شايف مثلا دلوقتي البنك المركزي عندنا يعني بيحاول يقلل هروب الدولار للخارج عشان يبقى عنده فلوس موجوده يقدر يشتغل بيها وقت الازمه لما تحصل. وزي ما حضرتك شفت مثلا الرئيس عشان برضه يزود الاستهلاك عشان يزود الانتاج ويحفز عمليات الاستهلاك رخيصه الثمن، دخل مع البنك المركزي في اجراءات وقال يا جماعه ان احنا هنخلي البنك المركزي والحكومه المصريه يسهلوا اجراءات استيراد المواد الوسيطه، والمواد الوسيطه بالذات او مدخلات الانتاج. ليه؟ لان مدخلات الانتاج دي بتشغل المواد دي بتدخل احنا بنضيف عليها قيمه مضافه فبتشغل عمال طبعا، وفي نفس الوقت بتقلل السعر النهائي على المستهلك علشان يستهلك اللي هيستهلكه بثمن اقل، وبقى انا كده خدمت المنتج وخدمت المستهلك في نفس الوقت. انا بقول لحضرتك انه اجراءات مواجهه الركود التضخمي بقت فعلا شغاله من دلوقتي، لان العالم خلاص بقى متاكد بنسبه 95% لو ما فيش معجزه اللي هي حصلت احنا داخلين على موجه ركود تضخمي، والموجه ممكن تكمل معانا. موضوع ركود التضخمي ممكن يكمل معانا لحوالي مثلا 7 أو 8 شهور كاملين بعد لما الازمه الروسيه الاوكرانيه تخلص. مش بقى كمان يعني في بقى ناس يعني بتتوقع وضع اسوء بكتير ان يتزامن عن الازمتين مع بعض، يحصل عندنا الازمه الروسيه الاوكرانيه شغاله ويحصل معانا في نفس الوقت كمان موضوع ركود التضخمي اللي هيصيب السوق في الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام. وبعدك احنا عندنا الجهه الثانيه الصينيين عندهم دلوقتي موجه ركود فظيعه، الاقتصاد الصيني بيحاول يتزق بكل الطرق، وعندنا معروض نقد كبير جدا بيحصل في الصين، ومع ذلك السوق مش ماشيه كويس، السوق العقاريه في الصين واقعه، العكس حصل في الغرب. يعني عندنا عالم دلوقتي يعني ماشي بمستويين ميتين، يعني رغم ان ده ما يحصلش في عالم منفتح التجاره فيه شغاله بالوضع ده، لكن انا بقول لحضرتك احنا عندنا لتراكم الازمات اللي حصلت الفتره اللي فاتت كلها اضطراب بشكل عام في الاقتصاد العالمي، وكمان محاولات لاعاده تقييم النظام العالمي الاقتصادي كله، سواء بقى من حيث عملات التداول، طريقه تداولها، العملات المسيطره، الاقتصادات الحاكمه، اللاعبين الاساسيين، قواعد التجاره والحمايه، كل دوت بنتكلم دلوقتي عن ان احنا ممكن نشهد اعاده لهيكلته واعاده لصياغته بالكامل في ظل الازمات المتتاليه اللي حصلت والصدمات اللي بتترقاها الدول وبالذات الدول الناميه المضروره بشكل كبير جدا من الازمه اللي بتحصل دول، ما لهاش اي دخل فيها. طب تعتقد يا دكتور ده من شانه انه يبدا يخلق شكل جديد مثلا من فك الارتباطات الاقتصاديه بالدولار الامريكي او محاوله لهذا الانفصال او تعديل هذه الارتباطات اللي كانت مستمره من سنه 44 لحد يعني صدمه نيكسون اللي حصلت في اول السبعينات ووصولا الى هذه المرحله؟ هل ده برضو من شانه انه يخلق تكتلات اقتصاديه جديده ما بين دول لم يكن بينها تكتل اقتصادي او اسواق مشتركه جديده؟ صح. انما هو طب بالنسبه للسؤال الاول بتاع الدولار، احنا يعني خلاص يعني بقينا برضو شبه متاكدين ان احنا في
زمن اصول الدولار كعمله مسيطره على التجاره العالميميه او على الاقتصاد العالمي. بس دوت هل ده هيحصل السنه اللي جايه اللي بعدها؟ لا، ده هيحصل على المدى البعيد. احنا بنتكلم فيه 20 ل 30 او حتى ال 50 سنه. وده له سببين. السبب الاول هو ان الولايات المتحده الامريكيه بتمعن في استخدام الدولار كاداه للعقوبات، وده بيقلل الموثوقيه فيه. يعني لما انا دلوقتي بستخدم عمله انت يعني بخزن عمله انت تقدر في اي وقت تستخدمها ضدي كسلاح، فانا عاوز اقلل انكشافي على السلاح ده او اقلل فعاليته ضدي لو هو هيستخدم معايا. فبالتالي انا بحاول اقلل المخزون الدولاري اللي عندي واستبدله بعملات ثانيه، بحيث ان انا يبقى عندي كومباينيشن كبيره كده او توليفه كبيره اقدر استعملها. اخر الدول اللي عملت كده، اخر الدول كانت اسرائيل زي ما حضرتك كنت تابعت، يعني طبعا جابت 200 مليار يوان دخلتهم في الاقتصاد بتاعها. مصر مثلا استخدمت جزء كبير جدا من حوالي 2.8 من 10 مليار دولار اشترت بيهم ذهب علشان نفس الموضوع. الهند عملت نفس الموضوع، تركيا عملت نفس الموضوع. عدد كبير جدا من دول العالم بيقلل المخزون الدولار بتاعه في مقابل يا اما عملات اخرى او مخزون ذهب. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا كان الدولار بيسود لانه بيستخدم اساسا في التجاره العالميه كعملة وسيطة ما بين كل العملات. صحيح. دلوقتي بقى يظهر عندنا عملات جديدة زي العملات المشفرة، ودي لو انتشرت واخدت مشروعية هتحل جزء كبير جدا من الورطة اللي العالم موجود فيها. وطبعا ابرز واحد في العملات دي يعني في العملات المرشحة ان هي تاخد الدور ده مكان الدولار او تحل جزئيا مكانه، مش بقى البيتكوين، لا، اليوان المشفر او الكريبتو يوان. اليوان المشفر هو ابرز العملات اللي ممكن تاخد جزء كبير جدا من السوق من الدولار، لانه الصين بتصنع جزء كبير جدا من السلع النهائيه اللي عدد كبير جدا من الدول عاوزها، وبالتالي ممكن تفرض استخدام الكريبتو يوان في التعامل، وعدد كبير جدا من الدول هتبقى مرحبه بيه في ظل الوضع اللي بقول لحضرتك عليه من الامعان في استخدام العقوبات. اخر حاجه، تنوع مصادر الطاقه اللي حاصل دلوقتي في العالم. البترول زي ما حضرتك عارف مثمن، والغاز مثمن بالدولار. فلو احنا دلوقتي بقى عندنا مصادر جديده من الطاقه بتنتج محليا وتباع محليا، يبقى انا في عدد كبير جدا من الحالات مش هبقى مضطر استخدم السعر العالمي. يعني مثلا لو انا عندي مثلا منطقه زي الولايات المتحده الامريكيه بتنتج كميات كبيره جدا من الطاقه المتجدده وبتبيعها للمكسيك وكندا، هستخدم الدولار. او لو انا العكس بقى، لو انا عندي مثلا المجموعه من الدول الافريقيه مثلا زامبيا وتنزانيا بيستخدموا مجموعه من الطاقه المحليه، مش لازم خلاص استخدم الدولار، ممكن استخدم عملات محليه، ممكن استخدم يورو. ليه؟ لان دي عمله، دي طاقه بتنتج محليا بيختلف تثمينها في كل الاوقات باختلاف المنطقه، وبتباع محليا وبيختلف استهلاكها باختلاف المنطقه. فبالتالي الدولار سيطرته بتقل على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، وده بقول لحضرتك واحد من محركات تغير شكل الاقتصاد في المستقبل. يعني عظيم جدا، بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر لدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. عايز اقول لك ان هو فعلا يمكن خلال العشر سنين اللي فاتوا في دول كتير جدا في العالم، ومن ابرزها الصين والهند على سبيل المثال، وعدد من الدول العربية على سبيل المثال اخر، اصبحت اصبحت بتزود المخزون الذهبي بتاعها في بنوكها المركزية والفيدرالية. اكبر دولة بتستورد ذهب في العالم هي الصين، تليها الهند، ده على سبيل المثال للحصر. كده بقالهم 10 سنين، هم مش أعلى احتياطات ذهبية، أنا بكلمك على أنه دول أعلى معدلات استيراد، وكأنه الكل كان يترقب هذا اليوم. هل كان حد عارف أنه هتحصل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ بالقطع لا، لكن الكل كان، أو بعض الدول كانت حريصة كل الحرص على فك الارتباط ما بين الدولار وما بين التجارة الدولية بشكل عام. مؤخرا هذه الحرب أصبحت بتنذر فيه أنه وارد جدا يتم فك الارتباط ما بين الدولار وما بين البترول، وبالتالي كلمة البترو دولار دي تبدأ تنتهي شيئا فشيئا. هتاخد وقتها، يعني مش سنة ولا اتنين. احنا لو افترضنا ان الحرب الروسية الاوكرانية خلصت النهاردة، فالتبعات الاقتصادية بتاعتها فيها سنتين ثلاثة بعد الحرب ده على سبيل المثال. فك الارتباطات ما بين الاقتصاد العالمي وما بين الدولار هتاخد لها اكتر من كده بالقطع، ممكن تبقى 10 أو 15 سنة. انت في النهاية خلص عاوز تغير اللي بيحصل في العالم من منتصف القرن العشرين حتى هذه اللحظة، يعني من حوالي 88 سنة في ارتباط ما بين التجارة الدولية وما بين الدولار. فانت لو افترضنا انه الازمة الحالية هتؤدي الى فك هذه الارتباطات فيها تاخد لها وقتها.